جولة على المشهد الاقتصادي مع الزميل آدم شمس الدين. مساء الخير آدم. مساء الخير جورج لك وللمشاهدين. تفضل خلينا نشوف شو عندك. بحسب دراسة للدولية للمعلومات، فإن نسبة الجرائم خلال الأشهر الثلاث الأولى من هذا العام مقارنة بالعام السابق شهدت تراجعا، سجل تراجعا بنسبة 28% في جرائم القتل و40% في جرائم السرقة، وتراجع بنسبة 25% في جرائم الخطف لقاء فدية، في حين سجل ارتفاع كبير في جرائم الانتحار بنسبة 71% وفي جرائم سرقة السيارات بنسبة 7.1%. لكن الأمر المقلق الذي تبين في الدراسة هو الارتفاع الملحوظ في الجرائم خلال شهر آذار عند مقارنته بالشهر السابق أي شباط 2023، إذ شهدت المؤشرات الأمنية ارتفاعا في جرائم سرقة السيارات بنسبة 34% وجرائم السرقة بنسبة 8.8% وجرائم الانتحار بنسبة 50% وجرائم الخطف لقاء فدية بنسبة 40%، فيما لم تتغير نسبة جرائم القتل. أكد المدير العام السابق لهيئة الاستثمار في وزارة الطاقة أن قرار رفع تعرفة الكهرباء اعتباطي ومتسرع، متطرقا إلى بدل التأهيل الذي وصفه بالقوة على الناس. أمتى ابتكر بدل التأهيل؟ بأواخر 95 كانت المؤسسة اقترضت مبلغ لتنظم أو تعيد تأهيل الشبكة، كان عليها أن تسده خلال 7 سنين، فراجعت الحكومة وقالوا لهم زيدوا هالبدل التأهيل مؤقتا لمدة 7 سنوات موازية لمدة القرض. مؤقتا 7 سنوات مؤقتا تحددت، ضروري وشرعي ومؤقت، كان لها مبرر. يعني بمعنى ضروري وشرعي ومؤقت مسألة الاشتراك. أوكي. فإذا كان لها مبرر أنه أخذوا قرض لتأهيل هلأ الشبكات. يعني هيدا إذا بدنا نقول نحن بالقانون هو غير قانوني. غير قانوني طبعا، وهيدا خوي غير ما له مبرر، وحتى انك تحطه خارج ثمن الكيلووات ما له مبرر. يعني كيف اللي مواطن اللي ما بيستهلك بدك تدفعه؟ في مثل هذا اليوم وقبل عام رحب كل من رئيس الجمهورية السابق ميشيل عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري بإنجاز الاتفاق على صعيد الموظفين مع صندوق النقد الدولي. وعلى الرغم من إنجاز الحكومة خطة التعافي وإقرارها في مجلس الوزراء بمكوناته كافة، إلا أنه بعد مرور عام على الاتفاق تمت عرقلة معظم الإصلاحات والقوانين التي جرى الاتفاق عليها، من تعديل قانون السريات المصرفية إلى قانون إعادة هيكلة المصارف إلى قانون الكابيتال كنترول والتدقيق في أصول وحسابات المصرف المركزي والمصارف كافة. يذكر أن الصندوق أكد في آخر زيارة له وبناء على تقرير الفصل الرابع أن لبنان بات أمام مفترق طرق خطر في حال عدم إقرار الإصلاحات، فأما التضخم الركودي وأما التضخم المفرط. وبهذا الخبر نصل إلى ختام المشهد الاقتصادي المالي. أعود إليك. شكرا لك آدم شمس الدين.